السلام عليكم، هذه تحية كبيرة للموقع ديالكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم ويسلكم الأمور ويعطيكم ربي كل ما كتمنوا، وشكرا على هذه الاستضافة هذه. وبخصوص الرسالة ديالي للناس بشهر رمضان، أنهم يستعدوا لهذا الشهر العظيم هذا بالعبادة وبالقيام وقراءة القرآن وصلة الرحم كذلك، والتقرب إلى الله عز وجل بجميع العبادات، ليس فقط الصيام والصلاة، جميع العبادات، أنه الإنسان يتقرب بها الله في هذا الشهر العظيم اللي كيكون فيه يعني الأجر مضاعف أضعافا كثيرة. ونحاول نبعد على التقاليد والعادات اللي هي كتضيق على الأحكام وعلى العبادات ديال رمضان الحقيقية اللي جابها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نضيعوش الوقت ديالنا في السهر في الخاوي في هذا الشهر العظيم، واننا نوعوا ونبحثوا ونسالوا على الاحكام ديال الصيام باش الانسان الصيام ديالو يكون ان شاء الله صحيح ومقبول عند الله. بالنسبه لي ما غتكونش شي اضافه، لان الانسان اللي كيقدم للام ديالو الاحترام والتقدير والمحبه والمساعده والاهتمام، نهار اللي غادي غتجيه غريبه. دابا انا شنو غنعمل في النهار ديال عيد الحب؟ عيد الحب كنقول نهار عيد الام، شنو غنعمل انا مثلا؟ داكشي اللي غتجي تعملو في عيد الام غتجبر راسك كتعملو يوميا، فكتشوف بان ما عنده تاق الا ان الناس جعلوا عيد جعلوا هذا النهار هذا عيد. وكنتمنى انه يكون فرصه للناس انه من هذا العيد الام يبداو، والا حنا في الاسلام مطالبون اننا نكون دائما وابدا بالاحسان والاهتمام للام، ونحاولوا ما نكونوش ديك النوع اللي امي يا نبع الحنان امك والباقي تعوضه الايام. هذا الوشاشه وهذا النصاب هادو غالبا كيكونوا مع الوالدين ديالهم قباح، وشفناهم شفنا شحال من بنت وشحال من ولد يا نبع الحنان وهي مع امها كتكلم معاها بواحد الطريقه قبيحه، وكاين اللي كاتب امي الوالده في الدم وداك هذا وهذه، وكتجبرك يسيء الا الام ديالو. الام محتاجه العمل ماشي القول. فنسال الله عز وجل يوفقنا للاحسان للامهات ديالنا ونكونوا معاهم مزيانين. ونزيد نقول واحد الحاجه، راه الاسلام امرنا اننا نهتموا بالام وتكون عندها الاسبقيه، ولكن ما قلناش نهمشوا الاب. وراني عملت واحد فيديو في القناه ديالي، لماذا نمدح الام ولا نمدح الاب؟ كثير من الناس يتغنون بالام والاشعار والاناشيد والكلمات والصور وكذا والتصميمات، امي امي ايه مزيان. ايوا والاب؟ هاد امك مين جابتك من الشجره؟ مين جابتك هاد الام؟ جابتك من الراجل. شكون هو؟ هو الاب ديالك، حتى هو عنده حق يعني من الاهتمام والمحبه والاحترام والتقدير والمدح والثناء. والله امرنا في القران ببر الوالدين الايات، القران مليء بالايات اللي هي كترغبنا في بر الوالدين، الوالدين ماشي الوالد فقط او الوالده فقط، بجوج بهم. بخصوص الحجر الصحي، هو كان عنده ايجابيات، يعني ماشي الحجر الصحي ماشي قبيح كامل. دوست الحجر الصحي ما نكذبش عليك، كانت من افضل الايام، ولو كان الخوف وكذا على الوالدين وعلى الاسره، وكنت منعزل يعني في البيت ديالي، ما كانتش الزيارات، ما كانش الخروج بزاف. وكانت اول سابقه في التاريخ ان اول مره نبقى في البيت داخل البيت 20 يوم، يعني لا خروج ولا دخل. والحمد لله استفدنا بزاف د الحاجات، وعمرنا الوقت مع الوليدات، مع انني كنت كثير السفر جدا، وكان فرصة أنني نجلس مع الزوجة والأولاد ونعطي الراحة لراسي ونتعرف عليهم أيوة ونلعب مع أولادي، وكانت فرصة يعني جميلة. وكذلك عاود كانت واحد الفرصة جميلة بزاف أنني ناكل الماكلة ديال الدار، لأنني كنت مبلي بالماكلة ديال الزنقة بحكم كثرة التنقل والسفر. هذا ما كان ماشي زعما زهدا في الماكلة ديال الدار أو لأن ما كتعجبنيش، ولا بالعكس الحمد لله رزقني الله بواحد الزوجة يعني ماهرة في الطبخ، ديك الشيء يا سلام تول، الله يجازيها بخير. وكانت فرصة كذلك لمراجعة الذات والإنسان يراجع راسه، وكانت فرصة كذلك أن ربي جعل هذيك الفترة هذيك ديال الحجر الصحي أنني شاركت مع مؤسسة مشروع الحياة الأعمال الخيرية اللي أنا عضو فيها، وفتح الله بيبان كثير هذا الخير على الناس في ديك الفترة هذيك. والحمد لله على كل حال، واللي جاء من عند الله مرحبا به. ومن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا من أركان الإيمان. وأسأل الله عز وجل يرفع علينا هذا الوباء هذا
ويرحم الناس اللي ماتوا والناس اللي مرضوا، يضاعف لهم الله الأجر والثواب ويكمل عليهم الله بالشفاء وبتمام الصحة والعافية. فهذا ما كان، الله يوفقنا للخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.